السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. لو عندك طابعة موديل HP Laserjet برو 400 اللي الشاشة بتاعتها تاتش، وحبيت تعدل حاجة في الإعدادات بتاعتها، لكن اكتشفت إن عليها باسورد ومش عارف توصل للإعدادات علشان تغيرها زي ما أنت عايز. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم ازاي نعمل اعادة ضبط مصنع للطابعة HP Laserjet برو 400، فتعالوا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. دي الطابعة HP موديل Laserjet برو 400، ودي الشاشة التاتش بتاعتها. وانا بحاول ادخل على الاعدادات بتاعتها علشان اغير اعدادات الشبكة، لكن اتفاجئت ان هو بيطلب مني باسورد، وانا طبعا مش عارف الباسورد ديت، سواء بقى زميلي اللي كان قبلي حط الباسورد او انا اشتريتها يوزد بالباسورد دوت، وطبعا انا معرفوش. في جميع الاحوال علشان أعمل لها ضبط مصنع محتاج إني أطفيها الأول، وبعد كده هنتخيل إن الشاشة التاتش بتاعتها متقسمة 4 أرباع. هحط صباعي الإبهام في الجزء السفلي أو المربع السفلي من جهة اليمين، وبعد ما أحط صباعي على الجزء ده من الشاشة هدوس على زرار الباور علشان البرينتر تشتغل. هفضل مثبت صباعي لحد ما تظهر لي الرسالة دي. هسيب البرينتر تقوم مع نفسها، وعلشان أتأكد إن الباسورد أو اتعمل ليها إعادة ضبط مصنع أخش تاني على الإعدادات، هلاقي إن الإعدادات بتاعت الشبكة اتفتحت معايا ومطلبتش مني باسورد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.